يلا يا محمد عجل، بعد 5 دقايق اعلان نتائج. بدنا ادوات موسيقية. المصاري اللي معكم بيجيبوش وتر بسوق البالي. تحلمين بدك تعمل فرقة موسيقية وبغزل في هذا الوقت؟ طبعا انك مجنونة. انت بتقدر تعمل اكتر من هيك. خليش حد يخليك تحس انه احلامك مش مهمة، ماشي؟ الفرصة قدامك دلوقتي علشان تكون النجم الجديد في برنامج عرب ايدول. أنا لازم أروح مصر. أنا لازم أطلع من هذا المكان قبل ما يخلص علي. شو هالمحاضرة؟ لازم نوصل صوتنا للعالم. موزع كل التذاكر. اسألوا هان من الساعة 6. الناس صار لهون على الساعة 6 من يومين. إذن من عندك. أنت أول شخص جاي من غزة بتعرف؟ أنت لما بتغني بتعطي أمل لملايين الناس. أمل أنت لازم تم. وهلأ بدنا ننتقل لابن غزة، ابن فلسطين محمد أسد.